السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ مبروك عواشركم. اول حاجه غنبدا بها هي الصلاه على النبي، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم بغيت نشارك معكم طريقتي في التنظيم والتنظيف ديال الثلاجه وتعطير الثلاجه، وطبعا غادي نشارك معكم عصائر، جوج ديال العصائر اللي غزالين صحيين، وطبعا لشهر رمضان الكريم. بالنسبه لهنايا فانا درت المنظمات، يعني اللي رخاص اللي شريتهم من اكسيو ومن زيمان، حيت خديتهم حتى من زيمان. المهم حتى نتوما تاخذوا المنظمات اللي رخاص، ماشي ضروري، المهم هو النظام، ماشي ضروري انكم تاخذوا. لو كاينين حتى منظمات في المغرب اللي شريت الوالده ديالي اللي بخمسة ديال الدراهم فقط، فما تحتاجوش يعني انكم تشريو حوايج غاليين باش تنظموا الثلاجه ديالكم. بالنسبه لهاد المنظمات البنات فهم موجودين عطاهم الله. دابا انا بالنسبه ليا شريتهم من اكسيون بقل من 2 اورو، يعني غزالين، خصوصا انا تعجبوني هاد الترونسبارون لانهم تيبينوا شنو كاين، يعني شنو تتحطي فيهم، وتيكون حتى الشكل ديالهم زوين. هنا خديت هذه ديال الطويله، هذه باش درت فيها الكريمه السائله، وهذا هذه اللي رقيقه درت فيها الشوكولات والفانيلا، وهذا غندير فيها جميع الصلصات اللي عندي. وغادي نوريكم واحد الحيله دابا ديال الفرماج كيفاش تحافظوا عليه ويدوم لكم في الثلاجه مده اطول. فهنايا هاد الكاس، هذا المنظم هذا درت فيه الفرماج، وهنايا الفرماج اللي كنت حليته وخديت منه باش ما يخسرش ليا الفرماج، فانا درته هنايا في ورق الزبده، تندور عليه ورق الزبده مزيان وترجعوا للباكيه ديالو تنخليه. راه غيدوم لكم البنات هاد الحيله هادي، غيدوم لكم الفرماج مده طويله، ما تخافوش راه ما غيخسرش لكم. بالنسبه الياوخت فما تنشريهش البنات، واللي دابا تنديرو في الدار ملي خديت ليه الماكينه ديالو. غادي ان شاء الله نشارك معكم الوصفه اللي تندير انايا، وغنشارك معكم حتى الماكينه ديال الياوخت اللي خديت وكلشي في فيديو قادم ان شاء الله. بالنسبه للمنظف اللي تنستعمل فانا تنديرو في الدار، ما تنشريش منظف خاص ب تنديرو طبيعي. فهنايا درت غير معلقه كبيره ديال الكربونات دو سود مع معلقه كبيره ديال الخل، ويعني الصابون ديال الاواني، ونقطه من زيت الاساس ديال الحامض او ديال الخزامه. في الحقيقه هذا المنظف هذا ديال الدار غزال، وتنظف كلشي، انا تنظف به بعد المطبخ ديالي كله وطبيعي 100%. بالنسبه للمجوره هنايا ديال يعني ديال الخضره، فهنايا تندير ديما فوطه هي الاولى، وعاد تندير عليها الخضره، لان عندي الثلاجه هنايا تدير لي الرطوبه لانها قديمه، وثانيا هي تدير الثلج فكاينه الرطوبه بزاف فيها. فاش تندير فوطه ومن بعد عاد ندير عليها الخضره. وعندي واحد الحيله ديال البطاطا، انا ما تنخليهاش برا، تنديرها في الثلاجه لان عندي هنا الدار سخونه، يعني تتنبت دغيا، وتندير معها تفاحه، وهذه حيله البنات، ديروا ديما تفاحه مع البطاطا راه ما غاديش تنبت لكم. وما هي الثلاجه ملي نظفتها درت فيها داك التنظيف ديال الغديد، وما نكذبش عليكم خرجت تشعل. ودابا غادي ندير فيها كل حاجه في بلاصتها. بالنسبه هنا البنات التمر انا عندي ضروري اساسي في الدار، يعني ضروري انا تنفطر به يوميا، وباش نحافظ عليه تندير دائما ورق الزبده، يعني في البواطه تندير ضروري ورق الزبده، وعاد نديرو باش نحافظ عليه في الثلاجه من الرطوبه. وانا ما نقدرش نديرو برا لان تنشري كميه كبيره، وثانيا كما قلت لكم انا ساكنه في التروازيام ايطاج، وعندي الدار ديالي سخونه فما تنقدرش نخلي فيها
تمر برا، ضروري نديروه في الثلاجه. هنا بغيت نشارك معكم عصائر شهر رمضان الكريم. هنا غنشارك معكم جوج العصائر اللي معتمدين عندي انا في شهر الكريم ومليئين بالفيتامينات وغزالين غزالين. هنايا درت جوج افوكا، درت اترو ديال الحليب، ثلاثة ديال التمرات، وثلاثة ديال الكيويات. الا ما كاينش ما عندكمش الكيوي ما ديروش، المهم هذا اختياري. هنايا درت العسل، والعسل حسب الذوق، يعني على حسب الحلاوه اللي تيبغيها كل واحد فيكم. ما بغيتوش ديروا العسل ديروا السكر، انا بغيت نديرو صحي اكثر فدرت العسل. في الحقيقه العصير هذا راه مفيد جدا جدا، لان تيكون فيه التمر تيكون فيه العسل وصحي 100%. وبالنسبه للثاني عصير فهو ديال البربره او البيتخاف. هنا شديت البربره قطعتها، طبعا راه مسلوقه، قطعتها وغندير معاها تفاحه وحده والماء صافي، وغادي نطحنها. انا ما درت معاها هنايا لا سكر لا عسل لا حتى شي حاجه. تقدروا ديروا نتوما العسل، تقدروا ديروا نتوما السكر، فداك الشيء على حسب الذوق كل واحد. انا تنشربو بلا سكر وبلا عسل، يعني تنخلي هكاك طبيعي. وهو مفيد جدا للكبده هذا العصير، طبعا مع الدكتور الفايد، فانا تعلمت منه هاد الوصفه هذه، وفعلا تنديرها معتمده عندي، تنديرها يعني كل ما تحت لي الفرصه تنديرها. المهم هادو هما العصائر، هاد جوج العصائر اللي درت هاد النهار هذا، وبغيت نشاركهم معاكم باش يعني تستفدوا معايا. بالنسبه للعصائر، بالنسبه لهاد التيكيتات هادو، فانايا تنشريهم تنكومونديهم من الانترنت، من السيت شينوا، كاينين في الي اكسبريس، كاينين في شين، كاينين رخاص ما تتباعوش غاليين. وهنايا تنديرهم غرب هاد الستيلو هذا اللي تتباع معاهم اللي داير كي الطباشير صافي. وهنايا درت هاد التيكيتات هادو على اي حاجه درتها في الثلاجه، باش طبعا راجلي الا بغى يعرف شنو اللي كاينه في البواطا، طبعا هو راه ما كانش معايا ملي كنت تنظم، باش يعرف شنو كاين كل حاجه بلاصتها وكل حاجه شنو فيها. بالنسبه للباب ديال الثلاجه، فانا درت هنايا العصائر، درت هنا الحليب الكاتشاب، درت هنايا الصلصه الفينيغر، الخل يعني ديال التفاح، فانا تنديرو في الثلاجه. كل واحد حر، كاين اللي تيخليه برا وكاين اللي تيديرو في الثلاجه. بالنسبه للزبده البنات فهي راه تتكون في الباب ماشي لداخل، يعني درجه الحراره المناسبه للزبده فهي تتكون في الباب ماشي الداخل ديال الثلاجه صافي. وهنا عندي البيض، طبعا غتشوفوا بان البيض بزاف عندي، فانا تنسلقوا راجلي باش ياخذوا معاه الخدمه، وتن بعد مرات ملي تنصوموا الاثنين والخميس انا دابا ضروري تنسلقوا، وتندير به الوصفات طبعا الكيكات وداكشي، داكشي علاش دائما عندي كثير. والهلا حرام حتى شي حد من النعمه ديال الاكل او النعمه ديال الرزق، لا يحرم حتى شي حد.
المهم انا شاركت معكم ثلاجتي البسيطة جدا جدا جدا. كاين احسن من هكا في اليوتيوب. المهم انا غير بغيت نشارك معكم ونوريكم شنو كيفاش تنظم الثلاجة ديالي، وكيفاش بحاجات بسيطة يعني حاولت انني تكون كل حاجة بلاصتها وتكون كل حاجة منظمة، وما كاينش من ما احلى من النظام. وطبعا هاد الحيلة ديال البطاطا ديروها وغادي تذكروني، ضروري ديرو مع التفاح باش ما تنبتش لكم. وبالنسبة لي انا ترتاح ملي تنديرها في الثلاجة لانها تتبقى معايا مدة طويلة وما تتخسرش ليا البطاطا. بغيت نشارك معكم هاد الحيله هذه اللي تنديرها انا في الثلاجه اللي تمتص الروائح اللي خايبه، وثانيا تدير واحد الريحه غزاله. هنايا شديت هنايا طبعا الكربونات دو الصوديوم ودرت فيها نقطه ديال زيت الاساس ديال الحامض، تقدروا فيها ديروا فيها حتى الخزامه، ديروا فيها اي ريحه نتوما بغيتوا. المهم انا درت فيها نقطه ديال زيت الاساس ديال الحامض صافي، وغادي نديرها في هاد الانينه ديال التوابل وغادي نحطها في الثلاجه. في الحقيقه تتخلي الريحه ديال الثلاجه غزاله غزاله. غجربوا هاد الحيله هادي فهي راه مزيانه لثلاجتكم. صافي هنا غادي ندير ليها غير تيكي باش يشوفها راجلي، لان ما غيعرفش شنو فيها. صافي وغادي نخليها في الثلاجه. في الحقيقه تدير ريحه زوينه زوينه ديال الحامض. نتوما بغيتو ديروا الخزامه ديروها، عليكم الاختيار. يا ربي نكونوا خفاف على قلوبكم. ما تنسيش الى اول مره تدخلي للقناه تشتركي وتفعلي الجرس باش يوصلك كل جديد. شكرا لكم بزاف بزاف، شكرا لكم جدا جدا، وحتى نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. مبروك عواشركم، سلامه، باي باي.